السلام عليكم بنات ومرحبا بكم متتبعات قناه ام عثمان زيدات. مرحبا بكم اليوم في الموديلات اللي غادي نقدم لكم اليوم واللي كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غنوريكم البنات الموديلات اللي غادي نقدم لكم كموديلات خفاف، يعني شي حاجه مغايره وشي حاجه زوينه والوان كذلك مختلفين. بقاو معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الموديلات. ما تنساوش البنات الا شفتوا لا فيديو ما تنساوش ما تبخلوش عليا من لي جيم ديالكم، وما تبخلوش عليا كذلك من كومونتير زوين، من دعيوه زوينه على هذا المجهود. هذا الشيء كلشي ليكم البنات. انا ماشي بالضروره باش نخدم، يعني باش نوصل المعلومه لبزاف الخواتات وبزاف الخياطات وبزاف العيالات. يعني شحال من وحده كيكون عندها شي توب ما كتعرفش باش تخيطو، باش من الالوان كتناسق معاه. يعني ماشي بالضروره انكم باش تخدموا عندي اولا باش كنبارطاجي هادشي باش نخدم معكم، لا. يعني الحمد لله يعني كناخذ الخدمه اللي غنقدر عليها، وفي نفس الوقت يعني كنعطي مجال لبزاف الاخوات يهزوا الرشمه ويدوها لخياطه اخرى ويدوها لطرازه واحده اخرى باش كلشي يخدم. انا نخدم وطرازات اخرى نخدموا، يعني كنقرب المعلومه. كنتمنى الموديلات تاع اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. وغندير لكم باول موديل اللي هو هذا. البنات ما كنحسكر حتى شي حاجه عليكم، حتى شي حاجه ما كنحسكرها عليكم. شوفوا معايا، هذا هو اول موديل اللي غادي تشوفوا البنات. قبلوا على العريضه العريضه راه هي انا مدكدك مسخسخه وني قبلوا عليا البنات. انا عارفاكم قابلين عليا كيف ما انا وكيف ما حالي هو، يعني كتقبلوا عليا كيف ما كانت، يا الباتري فيبل يا مجهده ياك. الحمد لله على كل حال، يعني كاين شويه الضغط هاد الايام على الخدمه وعلى الحويشه على الناس. ها هي ارشيمه البنات، هادو هنا الدوفون القدام وهادي الكميمات. طبيعه الحال غتسولوا هاد الرشمه باش مخدومه؟ مخدومه البنات بلو مارين. ها هي الرشمه، ها هو الموديل، ها هي الرشمه باش يسهل عليكم انكم البنات تاخذوا. هادو مطروزين فيها الدوفات بجوج ومطروز فيها الكميم سليته هكا. نقدروا البنات هاد اللي كيبغوا داكشي خفيف وستيل خفيف، هادي هكا تجي بحال هكا. شفتوا هادي كلها مخدومة غير بالطاقه البنات. كان هذا هو اول موديل البنات. والله يا البنات ما نكذب عليكم الا العيا فيا صافي، وليت باغيه واحد اسبوع ديال الراحه. يعني كان واحد الضغط كثير في الخدمه، كلشي بغى حويجو، كلشي بغى حويجو دغيا. يعني صافي حسيت براسي عييت البنات والله العظيم. شفتوا البلو ماري البنات كتجي معاه البرونز، كيجي معاه زوين زوين بزاف. غتسولوني البنات بزاف الاخوات اللي كيسولوا كيقول لي انا ما كاينش شي وحده تعاوني في المحل، ولكن غنديروا التيست واحد ثلاثه البنات ان شاء الله اللي كتخدم. انا ماشي بدا تكون تخدم مزيان، تكون عارفه غير تدور مرمه نكملها من عندي. شوفوا معايا هذا الموديل كيجي راقي البنات، اللبسه ديالو كيجي واعر، كيجي راقي في اللبسه ديالو. ودائما انا من عشاقاتهم هاد الجلابه، كتلقاوني دائما نفس اللون في اللون. ولكن غنبدا نبدل البنات، غنبدا نخدم لكم، نبدا نلبس الباج مع الكرونه باش نبدل شويه. دائما كنلبس هكا لون في اللون. شوفوا معايا هادي كتجي بحال هكا رشيمه، كاين اللي كيديرها في الكم، كاين اللي كيديرها بحال هكا طويله. هادو البنات اللي ما كيبغوش الوريدات، شوفوا تبارك الله الخديمه كيف دايره البنات. كنكون دايره الكمامه بحال هكاك كيعرفوا لي بعيني كيكون ديزا كيقول لي ام عثمان كيقول لي واش عرفتي ندير الكمامه، كيقول لي عينيك. هانتوما البنات، ومبقاش غنقول البنات، هانتوما البنات، هانتوما خياطة كلشي. هذا انا الصدر كتجي بحال هكا البنات، وكنسى صافي. شوفوا ما كاين على البنات، هي اللي حتى لا شوف راه البنات هما اللي لابسين الجلاب، راه خياط واخا تكون انت خياط راه المرا اللي غتلبس الجلاب. غنبقى نقول للبنات شوفوا كتجي بحال هكا، هكا كتجي تحت الطابق البنات بحال هكا، وكيجي الكميه مطروز بحال هكايا. حتى هذيك حتى هذا الشيما كتعجبني، كتجي راقيه في اللبسه ديالها وسدير بحال هكا. لا راه كيدير واحد المجهود باش كنصور لكم وباش انني نوريكم بحال هكا البنات كتجي بحال هكا. شفتوا بحال هكا
هي مطردين فيها الصدور جوج البنات. كاين شي اخوات اللي ما عرفتش واش شافوا جلبهم. انا غنحاول ندير فيديو ونوري الجلب اللي باقيين باش يجوا ليهم، يعني اكثر يجوا جلبهم. كاين اللي ما عرفش واش جلبوا مخدومين. غندوزو لهذا الموديل، هذه رشمه من صبان البنات. هذه رشمه ديال الكمبيوتر البنات، هذه رشمه ديال الكمبيوتر. ومولاها ما قال محال واش غتعرف ديرها ليا بالطرز الرباطي، ولكن لا، انا اي رشمه نقدر نخدمها، اي رشمه نقدر نخدمها. شوفوا معي هذا البيج، انا كنحاول نطوي لكم باش تشوفوا. هذا اللون البيج، هانتوما رشيمه جات زوينه حتى هي، شفتوا. هاد الوريدات غدير فيهم حجيرات، جات راقية حتى هي، جات فنة. شوفوا معايا، حتى هي غنديها لمولاها. هادي ديال هادو ديال الخياطة البنات. قلت لكم انا تقريبا ثلاثة الخياطة، منهم فاطمة ومنهم روبيو وابراهيم، هادو ثلاثة اللي البنات واخا ندير شركة التطريز، واخا ندير شي معمل تاع التطريز، هاد ثلاثة ماماني ما نتخلى عليهم. يعني علاش؟ أول حاجة المعقول بأن أكثرية بنات معايا مزيان الحمد لله، ماماني ما لقيت شي مشكلة مع شي خياطة ولا ماشي خياطة. فاطمة الأدب والصواب والتعامل، روبيو كلمة واحدة وكتا هو التعامل، وابراهيم علاش؟ البنات لأن علاش ما بغيتش نبدلهم، ماشي باش نبدلهم، راه فيا ما نقول لهم صافي، لأن أنا تكلفيت غير مع الكليان ديالي، كليانو ما قادرش نلبي الطلبات ديالهم كاملين، ولكن هاد الثلاثة لا. علاش؟ حيت يا ماما الإنسان ما ينسى الناس اللي مدوا ليه اليد المساعدة ملي كان باقي ما عنده والو، باقي ما عندوش كليان، ما عندوش. هاد الثلاثة يعني هما اللي بديت معاهم الطرز الرباطي فاطمه مؤخرا، ولكن هاد الجوج روبي وابراهيم بديت معاهم الطرز فاش ما كنتش ما عندي حتى شي كليان، عندي كليان قلال، عندي واحد 10 ولا 6، ماشي دابا درت الكليان كثير ولا كيجيو من اليوتيوب وكيجيو من المدون، ما نتخلاش عليهم، غنبقى نطرز ليهم. وها هما يعني وسط من الحوايج كندخل حوايجهم، وسط من الكليان كندخل ليهم الحوايج ديالهم. شوفوا معايا البنات، هاد رشيمه باقيه غتنبت البنات، كتجي فيها الدلبه هنا والكميه هنا والقب، يعني مطروزه جهه وحده. نقرب لكم شوفوا الرشيمه كي دايره، شوفوا تبارك الله الدقه كي دايره. علاش كنقول لكم البنات راه كنخدم، ولا كنخدم بعقلي وبجوارح، كلشي خدام فيا. كنبغي ندير شي حاجه اللي متقونه، شوفوا الخدمه كيف دايره، يعني كنبغي ندير شي حاجه كتبان بحال شي لوحه فنيه، بحال مطبوعه. وهذا القب ديالي، غنوريكم واحد الموديلات غنحطهم هنا باش تشوفوهم احسن. شوفوا معايا الشكل ديالها، حتى هي جات زوينه. هذه غنجمعها دابا ونديها لمولاها ان شاء الله. غنحاول هذه المره البنات غنحاول نصور باش ندير البوم ديال الصور، باش ندير البوم ديال الرشيمات وديال الصور، باش اللي جا يشوف الالبوم مقاد. غير مساله وقت البنات وصافي. بقاو معايا حتى نوريكم الموديلات الاخرين اللي غادي نسرحهم وندير لكم الصوره عليهم قريبه باش تشوفوهم ان شاء الله. وهكا غتكون الحصه ديالنا اليوم، اولى الموديلات اللي ديونا اليوم. سلام، ما تنساوش لي جيم ان عجبوكم الموديلات. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم ربي يسهل عليكم ويسر لكم اعمالكم. وكنشكر بزاف اي واحد كيقول كلمه طيبه في ام عثمان زيدات، لان اي حاجه كتقولوها شوفوا الكلمه الطيبه صدقه، كيف ما كان الحال الكلمه طيبه صدقه. واحد الانسان اللي كيبذل واحد المجهود راه شوف حتى حد ما كيحس بهذا الجهد اللي كان، راه ماشي هادشي قوه فينا ولا جهد فينا، ولكن بغينا نخدموا واحد الوقيته باش واحد الفتره نرتاحوا. يعني واخا عينا دابا، يعني الانسان ملي يوصل واحد 40 عام 44 صافي يرتاح، يعني ما يبقاش يخدم. انا ضد ان الانسان يكبر ويعاود يخدم، هادشي علاش الانسان يخدم شويه ويدير شي حاجه اللي يخدم من بعد هو مرتاح. ماشي سهل البنات التصوير، والله ما سهلش دي كاميرا بحال هكا وتصوري اولا تخدمي وتصوري، راه بين التصوير وبين تعطي الناس حوايجهم وبين وليدات
قدره الله سبحانه وتعالى هي اللي واقفه معنا. كنشكركم بزاف وكنشكر البنات اللي تفهموا المواقف والوضع ديالي ولا الضغط اللي كنت عليه وخلاو حوايجهم حتى يفوت العيد. قال لك ماشي حنا ام عثمان راه ماشي ما تزربيش فيهم، رغم اننا البنات راه ما كنزربش. يعني شوفوا اللي شفتها مزروبه مزروبه كنقول لها اختي راه الا ما قدرتش ما عندي كندير، ولكن اغلبيه خلاو حوايجهم حتى يفوت، اللي ما بغاوهمش خلوهم حتى يفوت العيد الكبير باش يترزوا على الكانه ويتخدموا على الكانه. دابا راه كاين ضغط على الطرازه، كاين ضغط على الخياط، كاين ضغط وكاين روطه الحوايج. شهر رمضان ماشي غير عندي انا، راه الخياطه كلهم عندهم نفس المشكل. غنقول لكم بالسلامه عليكم، وغير صبروا يا البنات، غير صبروا. يعني شوفوا ما نحاولوش نضغطوا الخياط ونضغطوا الخياطه ونزربوه في الحوايج، لا، نحاولوا نعطوه الوقت باش يتقن وباش يدير خدمته هو بعقلها ومقادها. هذه نصيحه من ام عثمان لكم، كنحمق عليكم وكنموت عليكم، وكنشكر الناس اللي كنشكر الناس اللي بزاف 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 كل واحد باش كينصحني وهاد تجيني واشنو ما ديريش اشنو هالاخطاء هالصواب. كنشكر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ علاش البنات؟ لان الله سبحانه وتعالى هو اللي عطاني هاد الوسيله ديال اليوتيوب باش انني نبان لكم وباش انني نعطي رقمي وباش الناس يتصلوا بي. لو كان ما كانش هاد المنبر ولا هاد الشاشه ولا هاد التليفون اللي كتشوفوا فيه ولا هاد اليوتيوب ما كنتش غنتعرف وما كنتش غنتعرفوني وما كنتش بزاف د الحوايج. كنشكر الله سبحانه وتعالى اولا، وكنشكر والدي وكنشكر ميمتي اللي علمتني هاد الصنيعه اللي الحمد لله واخا فيها تمارو فيها شويه الستريس، ولكن الحمد لله الحمد لله مكاسيانه مصمطانه بزاف الحوايج دايرينهم لنا وبغينا نديرو منها شي حوايج اخرين ان شاء الله. مهم هذه لكم كاملين، الله ينجح لكم وليداتكم ودوك الاخوات اللي عندي في الواتساب وليداتهم كيقراو في الباك ان شاء الله. كنتمنى تبشروني بالنجاح ديالهم وتقول لي راه وليداتي نجحوا ولا بنيتي راه نجحات. الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.